أنامل رشيقة تداعب بخفة مفاتيح البيانو، وأذن موسيقية تتمايل مع أنغامها وتتفاعل. موسيقى الجاز في حضرة هذا العملاق الصغير تبدو أكثر نضجاً وأبلغ حديثاً وحضوراً. هذا النابغة الموسيقية إندونيسية المنشأ، اسمه جوي ألكسندر، ويبلغ من العمر 13 عاماً فقط. في هذا السن الصغيرة استطاع جوي أن يطلق ألبومين، أطلق على أحدهما My Favorite Things أو أشياء المفضلة، والآخر Countdown أو العد التنازلي. ومع هذا يرفض الموسيقي البارع أن يوصف بأنه موهبة خارقة أو عبقري، فما يهمه أن يغوص محبوه في تفاصيل موسيقى وليس تفاصيله الشخصية. أصغر عازف جاز في العالم يترشح لجائزة غرامي للموسيقى عن ألبومه الأول، ويفسر جوي شغفه للموسيقى وولعه بجمالها بأنه ولد من أب موسيقي يتبادل العزف على الجيتار والبيانو، وخالته اشتهرت بغناء موسيقى البوب، ويقول إن والديه كانا يسمعانه الجاز حتى وهو في رحم أمه. إحساس يتحدث عن نفسه أنغاماً وتعابير، فرض وجوده على الساحة الموسيقية العالمية بين الكبار منذ أن كان في السادسة من عمره. علمه والده حب الموسيقى، لكنه علم نفسه أصول عزفها حتى أصبح يزاحم مشاهيرها. سماح السيد، العربية.